قال محافظ مأرب سلطان العرادة إن إقليم سبأ يقف اليوم مع رئيس الجمهورية وهو الرئيس الشرعي أينما حل على حد قوله، مشيرا إلى أنه لا يعيب هادي أن يدير البلد من أي محافظة، وخصوصا إن العاصمة صنعاء وقع فيها تمرد مرحلي، وحظي الرئيس بتوافق وهو منتخب من قبل الشعب. رئيس أينما حل، كان الرئيس في عدن، كان الرئيس في صنعاء، كان الرئيس في حديدة، كان الرئيس في المهرة، كان الرئيس في مأرب، ورئيس الجمهورية لا يعيب أن يدير فخامة رئيس الجمهورية البلد من أي محافظة. نعم صحيح، لأن المحافظة صنعاء العاصمة السياسية صنعاء تمر بمرحلة موضوعية يعرف الجميع، لا تمكن الرئيس من أداء مهامه فيها، فبالتالي من حقه أن يؤدي مهامه في أي مكان كرئيس منتخب توافقي الجمهورية اليمنية من أبناء الشعب اليمني ككل، لابد أن يؤدي دوره حتى يستكمل مشواره الذي العقد الذي بيننا وبينه كشعب. وعن الخطة المستقبلية للسلطات المحلية في إقليم سبأ قال بأن الخيار هو المضي قدما في حفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على ما تبقى من الدولة على مستوى الوطن ككل. الخطوات هو المضي في حفظ الأمن والاستقرار، هو المضي في الحفاظ على ما تبقى من الدولة على مستوى الوطن ككل، يعني أن الجميع يعمل كلهم في مجال خصاصة، هذا هو العمل المهم الذي يهم أبناء اليمن جميعا.